انت ايش رايك في اللهجات المصريه؟ نعم، هناك بعض المشاكل عندهم في النطق، خاصه بعض الحروف العربيه، حرف ثاء مثلا، وبعض الاحيان ينطقون بالسين، وبعض الاحيان مثلا بعض الحروف بالثاء ينطقون بالتاء. مثلا يقول مثلا بالتاء، يعني يقول مثلا بالتاء. بعض الاحيان ينطقون الثاء بالسين، مثل حيث، من حيث، يعني لا يقولون من حيث. وبعض الاحيان كلمه مثل يقولون مثل، يقولون مثل مثل، او هم يقولون احيانا افتر ذات. وكلمات الانجليش خاصه حرف ذال العربيه ينطقون بالزاي، ف this or that اصلها بالذال، this or that، لكن يقولون بالزاي، يقولون this، what is this، this that. فهناك يعني ممكن ترى بعض يعني الطرفة ترايف في كتبهم المترجمة، خاصة كتب القواعد العربية، تكتب النطق في الخانة، وتكتب يعني كلمة الإنجليش وأمامه كلمة بالحروف العربية. مثلا أنت تضحك لو تقرأ، تضحك، يقول what is this، يكتبون what is this. فلو سمعته فأنت تضحك لو كنت تعرف النطق الصحيح. فهذه حتى تسمع عندهم كلمة، بعض الكلمات غريبة، مثلا مضبوط يقولوا مزبوط. مزبوط بالزاي، مزبوط. هذه بعض ال، وهنا لا أذكر بعض النطق. وهناك عندهم عند لهجتهم يعني بعض أصل لهجتهم فيه لطف، يعني اللهجة ما يسمى، في عندما تسمع فيه كذلك سخافة، يعني أنت في لهجتهم سخافة؟ يعني تسمع وتضحك. يعني عندهم بساطة، صح أقول عندهم بساطة يعني في لهجتهم بساطة. يقول أنا نهاردة، ها؟ يقول أنا نهاردة 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 نهاردة، يقول يعني اليوم، بمعنى اليوم نهاردة. أنا كان عندي مدرس، كان عندي مدرسين اللغة العربية درسوني الأدب العربي، درسوني النحو، بعض الأحيان كانوا يتكلمون بالعامية المصرية، فكنا نضحك على لهجتي. مثل إيش؟ خاصة دائما يكررون كلمة نهاردة نهاردة نهاردة، نشرح هذا هذا، نقول هذا، نقول هذا هذا.